الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الconversion rules أو قواعد التحويل، لما نيجي مثلا نحول من and or، هناخد أول حالة بس، بيقول لي إن الاثنين دول equal، معناها لو أنت عندك boolean condition 1 and ended مع boolean condition 2، الأمر ده بيساوي تماما ليه؟ نفي البوليان كونديشن 1 اللي هي اور مع نفي البوليان كونديشن 2 اللي هما الاثنين منفيين. هنحاول نشوف الكلام ده صح ولا لا. لو انا عندي مثلا بوليان كونديشن 1 اندد مع بوليان كونديشن 2، وديت انت عارف ان اهي الكلام ده معناها ان ده لوجيكال اوبريتور اند، وانت عارف ان اللوجيكال اوبريتور اند ما بيشتغلش غير في الحاله الاخيره دي بس، ده معناه ان لازم القيمه دي تكون ترو، ولازم ان القيمه دي تكون ترو علشان الناتج يطلع ترو. بره كده القيم كلها راح تطلع ايه؟ راح تطلع فولس فولس فولس. تمام كده؟ جميل. نيجي نكتب الاكسبرشن بتاعه، هو بيقول لي بقى انا هنفي البوليان اكسبرشن اولاني وهعمل اور مع نافي البوليان اكسبرشن الثاني، والاثنين دول هروح انفيهم. الكلام ديت اهو انا كده المفروض اني طلعت بره الاند ودخلت بقى في اللوجيكال اوبريتور اور، فنطبق بقى اللوجيكال اوبريتور اور ونشوف الناتج هيطلع لي زي دي ولا لا. تمام، انا هستخدم الحاله الاولانيه مثلا يا جماعه، في حاله اني البوليان اكسبريشن واحد قيمته زيرو، تمام، فهيبقى النفي بتاعه يعني زيرو يعني فولس، هيبقى النفي بتاعه ترو اورد مع نفي البوليان اكسبريشن الثاني اللي هو الواي قيمته فولس، فالنفي بتاعه هيكون عباره عن ترو، واروح الاثنين انفيهم راح يطلع لي الناتج بيكون عباره عن ايه؟ راح يطلع لي الترو اورد مع الترو هيديني ترو، ونفيها بيكون عباره عن ايه؟ نفيها بيكون عباره عن فولس. نفس كده الحاله الاولانيه لما يكون دايت بزيرو ودايت بزيرو الناتج بيكون زيرو، فلما يكون دايت بزيرو وديت بزيرو الناتج بيكون زيرو. تقول لي ده عشان الزيرو، اقول لك ماشي حاضر، نجرب قيمه ثانيه، نجرب مثلا الواحد. هنخلي البولين اكسبريشن الاولاني قيمته بزيرو اللي هي الحاله الثانيه ديت قيمته بزيرو، نفيه هيكون عباره عن يعني فولس، نفي بيكون عباره عن ترو اورد مع الثاني بواحد، يعني ترو نفيه هيكون عباره عن فولس، الاثنين كلهم منفيين، ترو اورد مع فولس هيديني ترو، ونفي الترو بيكون عباره عن ايه؟ نفي الترو بيكون عباره عن فولس. كده انا وصلت للحاله فولس، الناتج هنا بيكون عباره عن ايه؟ الناتج هنا بيكون عباره عن ترو، فانا وصلت لاني اهو القيمه ديت بقت فولس. في الحاله الثالثه هتيجي على نفس الفكره، لو انا يبقى ديت بتكون عباره عن واحد يعني ترو، تمام، فانا فيها هيكون عباره عن فولس، والثانيه بتكون عباره عن زيرو فولس، فانا فيها بيكون عباره عن ترو، والاوبريتور اور بي هيطلع لي القيمه ترو، ونفيها بيكون عباره عن القيمه فولس، فالحل النهائي بيكون عباره عن فولس. نفس الحاله الثالثه دي. جميل، الحاله الاخيره بقى الترو نفيها بيكون عباره عن فولس اورد مع فولس لان ده قيمته واحد، فهنفيها يكون عباره عن فولس، والاثنين منفيين هيطلع لي الناتج طبعا فولس، نفي مع اورد مع الفولس هيديني ايه؟ هيديني فولس، انفي راح يطلع لي ايه؟ راح يطلع لي القيمه ترو، وهي نفس القيمة بتاعت الواحد. فبالتالي أنا كده عرفت أحول من الأند للأور باستخدام إني أنفي المتغير الأولاني الإكسبريشن الأولاني، وأنفي الإكسبريشن الثاني، وأحط في النص لوجيكال أوبريتور أور، وأنفي الإكسبريشنز كلهم داخل الأور. ده التطبيق بتاع مسألة الكونفرجن ما بين أند لأور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.